طيب المستويات الأربعة بقى للبطولة الأفريقية عندك انفراد ليها؟ في الدوري ابطال افريقيا في دور المجموعات طبعا كلنا شفنا الترجي صعد مع النجم الساحلي في الدوري التونسي في اخر ثانيه، شفنا الجيش الملكي والوداد المغربي، شفنا النادي الاهلي وبيراميدز. ففي تصنيف في المتوقع اللي هيحصل في المستويات الاربعه في دور المجموعات، ده اللي هو اللي احنا هنشوفه لو نستعرضه. هنجيب اول المستوى الاول، اول حاجه المستوى الاول طبعا النادي الاهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي. طبعا الاربعه دول مشاركين فين؟ في السوبر الافريقي. فكده ولا كده خلاص دول المستوى الاول رايحين مجموعات. رايحين مجموعات. وخلي بالك اول سنه النادي الاهلي مش هيقابل صن داونز في المجموعات، يعني تعتبر من اكيد فتره ايوه اتاكد خلاص ان النادي الاهلي وصن داونز مش في مجموعه واحده. فالوحش ده خلاص بقى فالوحش ماشي. الحاجه الثانيه المستوى الثاني ممكن النادي الاهلي وبيراميدز يكونوا مع بعض في نفس المجموعه. المستوى الثاني مين؟ شباب بلوزداد، سيمبا التنزاني، بيراميدز، بترو اتليكو الانجولي. وبتبقى مفتوحه طبعا عشان الناس تبقى عارفه. طبعا مفتوح. سيمبا وبترو اتليكو برضو موجودين فين؟ في دوري السوبر الافريقي. بيراميدز بس وشباب بلوزداد اللي مش موجودين. ده المستوى الثاني. المستوى الثالث مازيمبي الكونغولي، حريه الغيني، الاثنين دول برضو موجودين فين؟ في دوري السوبر الافريقي. بعد كده اورلاندو بايرتس والهلال السوداني. حتى الان برضو موقف الهلال السوداني ما نعرفش اذا كان هيشارك لان الاحداث في السودان ولا لا، بس هو لو اتحط هيبقى محطوط المتوقع في المستوى الثالث. المستوى الرابع يانج افريكانز التنزاني، اسك ابيجان الايفواري، النجم الساحلي التونسي اللي هو بطل الدوري التونسي هذا الموسم، القطن الكاميروني. في فرق برضو ممكن تخش في حاله طبعا لو واحد من الفرق دي ما صعدتش، زي فيتا كلوب مثلا في الكونغو، زي مثلا الجيش الملكي المغربي ممكن يخش. كل ده لو دخلوا هيخشوا في المستوى الرابع، يعني دول اعلى المستويات دلوقتي في افريقيا في دوري ابطال افريقيا. لو واحد فيهم خرج بيخش الفريق اللي صعد مكانه، هو هيدخل في المستوى الرابع. لكن خلاص المستوى الاول اتحدد، النادي الاهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب الافريقي، ده المستوى الاول في دور المجموعات، لان الاربعه هيشاركوا من بدايه دور المجموعات في شهر ديسمبر. النجم، انا بس سؤال، النجم الساحلي هو اللي خد الدوري؟ خد الدوري في تونس. والترجي الثاني صح، اخد ثاني في اخر سنه. مع ذلك الترجي هو الاول في المستوى الاول والنجم الساحلي في المستوى الرابع. صحيح، لان ده ما بيلعبش كتير، سبعه اكبر من تسعه. اسمع كلامي. هناك لحد بيقول لهم كده ولا بتاع هنا يعني. انا والله لفتت نظري دلوقتي واحنا قاعدين اهو، واضحه يعني دي حاجه. أيوة، عشان بقاله النجم بقاله كتير جدا بعيد. ما حدش هيقول لهم النجم الساحلي ليه في المستوى الرابع وهو متصدر بطل الدوري. اخر مره النجم كان في دور المجموعات في بطوله 2020، بطوله نهائي القرن. لما كان يا عم افهم. طب ما الجيش الملكي يا سيدي افهم. قول له يا سيدي افهم. الجيش الملكي بطل الدوري. حضرتك 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 10 مثلا، و1 زائد 1 يساوي 9، فيبقى انت اقل. لا، سبعة أكبر من. والوداد ما خدش الدوري المغربي وموجود في المستوى الأول. والوداد على رأيك. الوداد المغربي موجود رقم اثنين، هو تاني أعلى نقاط في آخر خمس سنين. الرباعي في المستوى الأول ده هنسمع أسمائهم كتير السنتين الجايين. يعني أنت الرباعي ده هو المستوى الأول في دوري السوبر، هو المستوى الأول في دوري الأبطال، هو أول رباعي هيمثل القارة الأفريقية أو اتنين منهم. لا أكيد الأربعة. بس هو هيختار بالتصنيف، هيبقى صحيح. محدش هيعدي نقط الترجي وصن داونز إلا إذا تاني، إلا إذا الرجاء عمل يعني ما يشبه يعني. خلاص يبقى كده عرفنا كل المستويات، واللي هيتبقى بس ان احنا هنشوف مين الفرق اللي هتخش، ولو هيخش حد هيخش في المستوى الرابع. أول وتاني وتالت خلاص ده تأكد كده المستوى.